اسمي إيفون عبد الباقي، أنا من لبنان ومن الإكوادور، هالبلدين اللي بحبهم كتير، اللي عملوني اللي أنا فيه. بالفعل لبنان أعطاني كتير بالمحبة، والإكوادور أعطاني كتير بالشي اللي نجحت فيه اللي هي بالسياسة، بس بالدبلوماسية أكتر. بقى أنا بعتبر حالي إنه هالبلدين هن اللي عملوني. وبالنسبة لإلي النجاح شو؟ النجاح هو لما بيكون الواحد منيح مع نفسه، وأهم شيء بالنسبة لإلي هي العائلة. العائلة هي اللي بتأسس كل شيء. إيفون عبد الباقي، الأنصل، السفيرة، المرشحة الدائمة لرئاسة الجمهورية، الرسامة، الشاعرة، المتمردة، المشغوفة، الزوجة، الأم، المفاوضة للسلام، الطامحة دائما إلى مناصب أعلى وأعلى. أنت في اختصار تشامبيون، أنت بطلة نساء الإكوادور. هذا الوصف أطلق عليك، هل بيشبهك؟ هل أنت فعلا بطلة؟ شكرا شكرا ريكاردو. ما بفتكر، أنا ما بعرف شو قصدك بالبطلة يعني، بس كله أبطال موجودين بلبنان، أبطال، أنت أهم بطل. أنا بفتكر كل إنسان إذا بده يعمل شيء بيقدر يعمله، يعني ما إله علاقة بالبطولة أو لا، بس إنه يكون عنده هدف، بده يفكر بشيء يعني لحتى يوصل عليه. وأنا بالنسبة لي كان دايما السلام. عشت هون بلبنان كل الحرب، كيف بدك تفكر إلا بالسلام؟ وهذا اللي خليني أعمل إشياء كتير. بس هدفك كتير، ألقابك كتير، أي لقب أقرب لإلك؟ أي واحدة بيشبهك؟ تعرف كل واحد له أهميته. ما فيني أقول اللي عملت إلا ما كان بالفن. بفتكر الفن أهم شيء بالنسبة لي، الفن، لأنه الفن موجود بكل واحد. فن الكلام فينا. فن الكلام، فن السياسي، فن اللي عندك إيه جوا، اللي بيوصلك ديركت مباشرة مع الله. مباشرة مع الله، هو أداة الاتصال مع الله. هيدا موجود يعني بالنسبة لإلي، مش الدين اللي بيعمل الواحد يوصل لله. الشخص من جوا لما بيكون حر مع نفسه، لما بيوصل لوقت إنه بيقدر يكون لوحده ويحس حاله مبسوط، وبيكون عم بيعمل شيء لحتى يعطي وما ينطر يرجع له، وقتها بيكون وصل البدوية. وبفتكر هيدا هو اللي نسميه كلمة الفن، art creativity. شو هو الواحد يعمل شيء بالفعل بيعمل فرق لما بيكون عنده أول شيء هو نفسه منيح. إذا هو نفسه منيح بده يعمل كتير، بس إذا كان بده يوصل بس لحتى ياخد مركز، هذا ما له طعم. المركز بيمبرو، اللي بيضل هو الواحد عنده يجي جوا. الإبداع إيفون عبد الباقي، كلك حياة أنت مبتسمة دائما، هذه الابتسامة هل تسمح لك تتمردي على الذبذبات السلبية المحيطة فيك وفينا كلنا؟ شوف، إذا الواحد بده يشوف الأشياء السلبية ما بحياته بيتقدم ولا بيعمل شيء ولا بيغير شيء. بالنسبة لي الكلمة، لما حدا بيقول لي هالشيء مش معقول، شيله لبرا خلاص، ما موجود، مش موجود. هالشخص اللي بيقول مش معقول ما بيقدر يكون موجود، لأنه ما في شيء مش معقول إذا بدك تعمله. هل اللي عم شوفه هلأ أنا ورح يشوفه مشاهدين الليلة هو إنعكاس لما في قلبك؟ لا، أنا بفتكر كل شيء اللي بقوله بحسه، يعني ما في يكون عكس عن اللي بحسه. العيون اللي بيعطوا كل شيء الواحد، بس أنا بس طلع فيك بعرف شو بتفكر، بعرف شو أنت، يعني العين بتعمل تعبر عن كل شيء. قديش بتنجحي بإخفاء مشاعرك؟ تعرف هيدا سؤال كتير منيح. لما كنا عم نعمل الحوارات من شان السلام بين إكوادور وبيرو، الغورو تبع نيغوشيشنز اسمه روجر فيشر، بروفيسور فيشر، توفى من كم سنه بس، من سنتين ثلاثه بهارفرد، هو بروفيسور بهارفرد، كان يقول لي الواحد ما بيقدر يعمل حوارات اذا بفرج العواطف، بفرج شعوره. قال له انا لا، غلطان كثير. وكان يقول اذا بتفرجي بتخسري. قلت له مرات لازم الواحد يفرجي لحتى ينجح. وبالفعل مرات لازم تفرجي شو بتشعر وبتقوله بالصراحه، بس بالصراحه، مش انه بتمثل حتى تاخد شيء.
إذا بتفرجي شعورك بالطريقة مزبوطة ما في إلا بيبين. الإكوادور وطنك، لبنان وطنك، ما رح أطلب منك أو ما رح خيرك بين العقل وبين الروح، لكن المسافة بين هالوطنين 15 ساعة بالطيارة أكثر كمان. كم مرة بتقطعي المسافة من الإكوادور إلى لبنان؟ أوف قديش عملتهم. أنا بفتكر صار لي أكثر من 45 سنة ما بتذكر عاد جمعة بمحل، كل جمعة بمحل، لأنه أنا اللي بتحرك يعني. زوجي ما قبل يترك لبنان أبداً، أولادي كل واحد محل، بالنسبة لشغلة بالسياسة بيخدم من محل لمحل. بقى بالنسبة لي الطيار والوقت ما له طعم، ما بحس. المحل الوحيد اللي برتاح هو بالطيارة. الليلة أنت وأنا على هذه الطاولة رح نقلب صفحات من حياتك في هذين الوطنين، شو رأيك؟ حاضرة؟ حاضرة. منبلش. منبلش. يقال حين تتحدث إلى المرأة أنصت إلى ما تقوله عيناها. في عينيها هي قصة أنثى كاملة، عرفت كيف تحلق في رحاب الأرض بحنكة حواء. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نتلقى تعليقاتكم وأراءكم عبر موقعنا الخاص ricardokaram.com وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو آر كرم وعلى صفحة فيسبوك كرم ريكاردو. إيفون عبد الباقي، أصلك من آل حويس، تزوجت من المهندس سامي عبد الباقي، اسم العائلتين حر في الإكوادور إلى أباكي وإيفاز. إذا كان هالخلط تم في العائلتين في الكنيتين، فكيف اختلطت الأمور في بناء شخصيتك؟ كم تأثرتي بالثقافة والتربية الإكوادورية؟ تعرف ريكاردو، بالفعل إكوادور بلد رهيب. أنا خلقت بالإكوادور، أصل الوالد يعني الأهل اثنيناتهم لبنانية، بس راح البابا هو صغير كتير. والإشي اللي بتذكرها أكتر شيء بالإكوادور هي الطبيعة. بلد كتير بهمه البيئة، الطبيعة يهمني كتير. بقى أنا بتذكر أنا الأسيانداس، شو بقول الأسيانداس فارمز، يعني طبعا البابا بالبنات مزارع، مزارع الموز، ريحة الخضار والموز والزهور والمي، عندنا مي كتير. الإكوادور بالنسبة لإلي هو السلام المزبوط، يعني الواحد بحس حلو قريباً الله لما بيكون بالإكوادور. هاي الشعور أنا سلام كتير. بيجي على لبنان، ولما جيت على لبنان كان أحسن أيام لبنان، كان بالستينات، كان ما كنت غير لبنان لشي، كنت كتير صغيرة بس كنت أقول هالبلد ما في مثله بالعالم، هيدا هو اللي بدي إياه. ما كنت غير لبنان لشي، كان مثل للعالم. 17-18 دين عايشين مع بعضهم ببلد صغير، الواحد بيعمل سكيبة بنهاره وعشية بعد ظهر بيقدر يجي يعمل سكيبة بالمي بالتلج بالمي، بكل شيء كان مثل للعالم، والناس كلها بدها تيجي لهون. كنت أنا أقول خلص صحيح الإكوادور كتير حلو، بس أنا صرت لبنانية، أنا لبنان وبس. وهذا اللي صار، هذا اللي صار. غزلوا فيكي بلبنان، وغرمتي بلبنان، وتزوجتي بلبنان، وتزوجت وخلق أولادي بلبنان. بقى بالنسبة لي بلدين هؤلاء اللي ما في. بدي أرجع أقول للوالد غادر، الوالد فؤاد حويس، وأصله من التاتر لبنان، وهو صغير في السن اشتغل بتجارة الموز في الإكوادور وأصبح هنالك ملك الموز، سموه ملك الموز، كينج أوف باناناز. أشير إلى أنه الإكوادور تصدر أيضا البترول والورد والقرنفل والخشب والأسماك. واللبنانيون هناك في المهجر ينشطون في هذه الأنواع من التجارة. الوالد عانى في بدايته، هل أخبرك عن هذه المعاناة؟ هل كنت واعي لهذه المعاناة؟ يقال أنه أيضا الوالد كان يبيع الموز على العربي، هل شيء صحيح؟ لا، ما بتذكر كان يبيع بهالطريقة. بعرف انه كان يتعذب كتير، يتعذب كتير مأكد. لما نحن خلقنا كان اوريدي صار معروف كتير، بس كان صار الكينج، كان صار كينج. يعني انت خلقتي اميرة، يعني اميرة الموز. الموز كنت عارف لما كان عمري 7 سنين كنا يعملوا فيميجيشن بالطيران، بالطيارة للموز، وانا كنت سوق طيارة صغيرة سسنا نعمل المزارع مشان الموز. بس تعذب كتير لوصل. كل اللبنانية اللي تركوا لبنان بعد الحرب العالمية الأولى وراحوا على أمريكا اللاتينية تعذبوا كتير لحتى وصلوا ويعملوا ووصلوا وشوفوا قديش مشهورين، رحلة المشقات والمتاعب، لكن وصلوا بالأخير. بس وصلوا بالأخير وصاروا.
وخبرنا كيف تعذب مأكد يعني. أنا كنت أقول يسموه للبابا مع إنه ما تعلم يسموه walking encyclopedia لأنه هو درس حاله كان يقرأ كتب ليل ونهار. بتذكر البابا شو كان يقرأ وما فيك تسأله شيء لما كان يعرفه. أنا في رجلين عملوا لي حياتي والوالدة بابا وزوجي. زوجك مثل أسباب وأشرتي أنت زرت لبنان لأول مرة بعمر 14 سنة. أنت البكر بعائلة مؤلفة من 5 أولاد 3 بنات وصبيين ولدتم جميعا في الخارج لكنكم في المقابل تزوجتم جميعا من لبنانيين ولبنانيات. هل هذا حصل بالصدفة أم عن قصد؟ من وراي أنا هو كان سببي أنا لما جوزت اتجوزت أختي خي زوجي كمان واختي الثالثه تجوزت كمان لبناني من ورا هالشيء اخذت يعني خيو لسامي والثاني اخذت سعيد جنبلاط وخيي الاصغر اخذ بنت عرب شيرين ندى عرب كمان لبنانيه. خيي في واحد اعزب بعد بس كلهم لما بيكونوا مبسوطين ما بيتذكروني بس لما بيزعلوا الحق علي. كيف انت الحبا من وراك انت صرنا بلبنان بس ايه مبسوطين على كل حال ماشي الحال يعني هني هون كلهم هون. انا الوحيده اللي رجعت على الاكوادور. درستي اللغه العربيه وتزوجتي باكرا جدا كان عمرك 16 سنه من لبناني عربي. تزوجتي عن حب؟ عن حب. اهلي كانوا ضد هالشيء ما كان بدهم يعني يتجوز هالقد صغيره بس ما كان يصدق سامي انه انا هالقد صغيره وكنت بسوق سياره. كيف معقول تكون بتسوق سياره وعمرها 15؟ لما تعرفت عليك انا عمري 15 كيف معقول تكون بتسوق وعمرها 15 بقى؟ وانجبتي بعمر 17 سنه. ايه كنت مستعجله على كل شيء بالحياه. ليش؟ من شو خايفه؟ هي اول مره حدا بيسالني من شو خايفه. بتعرف ما بفتكر كنت خايفه، بفتكر كان بدي الاشياء كلها بسرعه. انا دائما بدي كل شيء بسرعه، ما فيني اخذ شغله بتاخذ وقت. لما بدي شيء بديها كم بدي تحرق المراحل كلها مثلا. ايه كنت قبل كنت خطط وبدي اوكي هلا جوزت بجيب اولاد بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك بصير بالرسم مش فاهم وبدي موت لما عمري 40 وخلص ما بدي اكبر من 40 بكف. لما وصلت ل 40 صرت لا عملت هالاشياء هاي وقتها دخلت هارفرد انا بالثلاثينات ليت 30s بس انه وصلت ل 40 قلت هلا بعدني خلصت الرسم عم نعمل الحوارات مشان السلام واشياء هيك خليني كم سنه بعد بقى كل شغله وقتها بصير. بس تعرف شو اللي غير لي انه ما خطط؟ الحرب لبنان. لما بلشت الحرب لبنان تغيرت حياتي وقتها. رحت الفن رحت الرسم بس كمان تغيرت حياتي لصرت اعيش الحاضر. هي كانت حرب عباسيه او حروب طائشه؟ كان حرب. هل انت كنت بالتالي انسانه عباسيه وطائشه؟ ما بفتكر كنت قبلها كنت خطط الاشياء ما بدي. هل بعمر 15 فينا نبرمج حياتنا؟ مش برمج بس عندي احلام. وشو هو الحقيقه الحلم بتغير على مر السنوات بتغير السنوات مع الوقت. هي بتملي علينا احلامنا. ايه لا بس لما يكون عندك حلم في عندك حلم وبتفكر فيه وما بدك تعمله او ما لك جلد تعمله او كسل ما بتعمله بس تحلم وبدلك تحلم في الحلم. الواحد اللي بيعمل مزبوط هو لما بيحلم وبيعمل احلامه يصيروا مزبوط. فأنا كنت خطط فكر إنه مخطط عم فكر فيهم وبقول إن شاء الله يصير هالشي ويصير. ما تقلي كيف يصير يمكن حظ بس أنا ما بفتكر حظ. أنا بفتكر بالحياة كل شيء شغل. كنت أعطي كتير يعني مش إنه يجاني من سنية من فضة الأشياء لا. تعذبت كتير لو وصلت لإلا كيف سعيتي لها وتعبتي لها من أجلها لأنه لإلك للمرأة أسئلة طويلة الليلة أنا كتير أسئلة لأنه للمرأة أصعب توصل. المرأة بدها تشتغل مرتين لحتى توصل لأنه بدها تكون أم وبدها تكون هي وبدها تكون بيرفكشن لكل شيء بدها تكون كله 100% مية. تثقين بقدرات المرأة أو قدرات بنات حواء على الانطلاق والتأسيس من دون جميل الرجل وبنفس الوقت بتقولي أنه يعني سندك الأساسي بالحياة كان الوالد من جهة وزوجك سامي من جهة تانية يعني في شوي تناقض بكلامك معك ها. بأي خانة أنت تدرجين عناية أقرب رجلين بحياتك؟ شوف مش عم بقول إنه الرجلين اللي عملوني It's a man's world بعده عالم رجال بعضهم عالم رجال إن كان ما نسوين نحكي وهيدا عم نوصل المرأة عم توصل وأنا بقول لازم يكون الرجال عملوا كفاية لازم يزيحوا على جانب شوي ونحن نجيب بس اللي عم بقول لك إنه الرجلين عملوني مش عملوني
الوالدة الماما أعطتني unconditional love، المحبة، والمحبة تعطي أهم شيء المحبة للواحد يكون عنده ثقة بنفسه. بس لما بيكون عندك شخص مثل بيعطيك الثقة أنه أنت فيك تعملي كل شيء، ما تكوني أقل لأنك مرة، ما تفكر أنه أنت مرة، فكر أنه فيك تعملي البديكي. هل كنت انطلقتي من دون سامي، من دون بيك فؤاد؟ لا، وقتها بقول لك، لانه بعدنا بالدنيا رجال، لانه اعطوني ساعه يقولوا لي مثلا شو كانوا يقولوا لي قبل النسوان، شو كانوا يقولوا؟ مش الام، والدي ما كانت اللي هيك ابدا، والدي الماما، بس انه لازم تكوني تتجوزي، لازم تكوني حلوه، لازم تزبطي حالك، لازم ما بيقولوا لك انت فيك توصل تصير رئيس جمهوريه، بينما البابا كان يقول لي فيك توصل اللي بدك اياه. سامي بيقول لي مش بس رئيس جمهوريه الاكوادور، رئيس جمهوريه العالم، يعني عندهم ثقه فيا اكثر ما انا عندي ثقه. لما بيصير تشوف الناس رجال بيقولوا لك عندهم ثقه فيك اكثر، معناتها بيصير عندك، خصوصا لما واحد بيكون صغير، ولما بيكبر بيصير يفكر اكثر انه مزبوط. هلا ما لازم يكونوا معكم حق، الرجال انتم كثير منيح، بس النسوان نحن اذكى مثلا. إيفون عبد الباقي، انت فنانه، امسكتي بريشي وامسكتي بقلم، كتبتي الشعر ورسمتي اجمل اللوحات وعرضتي هذه اللوحات بمعارض كثيره شاركتي فيها، وانت كنت موجود بعده المعارض طبعا. شعر ورسم، استخدمتي المراه عنوان لرسوماتك، وكانك اردت ان تقولي انه المراه بذاتها هي عنوان سلام، والعيون كانت بوابه رسوماتك، وكانك قادره ان تقراي كل الحكايه من وراء بؤبؤين. تطورت نوعية رسوماتك حتى أصبحت لا ترسمين إلا التجريدي الأبستراكت. تركت لنفسك إذن عنان رسم الأشكال يلي بتخيليها بأبعاد وزوايا هندسية مختلفة. هل وجدت راحة نفسية في هذا النوع من التعبير؟ إيه، لما الواحد الرسم بيخلي الواحد يقول اللي ما بيقدر يقوله بالكلام. شو لقيتي بالرسم؟ لقيت نفسي، يعني بتلاقي نفسك بالفن. الرسم خليني اتعلم عن نفسي. بأي عمر؟ لما بلشت ارسم كنت هون بلبنان، كان عمري بال 19، وضليتني ارسم لصار لي 20 سنه ما رسمت. هلا يعني عندما وجدت نفسك توقفتي عن الرسم؟ لا، لما دخلت السياسة. بدي أقول لك شغلة قالت لي بنتي مرة، ما هي بنتي بترسم وبتكتب، قالت لي، عملت معرض هي وعم بيسألوها إنه أنت بدك تكوني مثل أمك ترسمي وبعدين تصيري بالسياسة؟ قالت لهم لا، لأنه أمي خسرت الروح تبعها لما دخلت بالسياسة. She lost her soul when she entered politics. هيدي الكلمة اللي استعملتها وقت اللي عم تعمل. أنا هي ما عارفة إنه أنا عم بتسمع، أنا كنت ورا. كنت وقتها وزيرة وعملين معرض، وأنا ما كنت أوصل، وصلت على الآخر. وسألوها واحد صحافي، سألها هالسؤال، قالت لها أنا ما رح أدخل بالسياسة لأنه أمي خسرت الصول، روحها بيقولوا الصول لما دخلت بالسياسة. أنا صرت أبكي، فكرت إنه مزبوط أنا صرت هيك. الواحد بيصير قاسي، يمكن بينجبر بالسياسة يصير قاسي. مش معناتها إنه القساوة موجودة جواتي، بس اللي بيفرجوا، يعني البرسبشن، الناس بيشوفوني غير شكل وقتها. كيف تغيرت؟ يعني تغيرت، يمكن تغيرت. هلا بتقلي فيك ترجع الرسم مرة تانية؟ ما بعرف، عم جرب هلا. بس تركت مدة، هلا صار لي سنة أخذت سباتيكال من السياسة، وعم جرب فكر بالفعل إذا كان بدي أرجع سياسي أو لا. عم شك، لأنه الواحد بينسى نفسه، ما بعد بيشوف، بيركض كتير ولشو. هل نسيتي أولادك أنت؟ أبداً، أنا بالنسبة لأولادي قبل كل شيء. ليه بنتك قالت أنك أنت خسرتي روحك؟ لأنه بتشوفني كيف أنا قاسي مع اللي بيشتغلوا معي. مجبور مرات الواحد يكون قاسي، ما فيك تسامح إذا حدا يعمل غلط، ما فيك تسامح إذا في كوربشن. ليه بكيتي وتقالت هالشيء؟ لأنه حسيت انه يمكن ما كنت بتفهمني، يعني انه مش انه انا قاسي. هي شو بتقول؟ هل نسيتي اوقات انت عم تمارس عملك سياسي انك امراه؟ هل الانثى اللي بداخلك ببعض الاوقات انا ما بشوف فرق بين مستتره وغابت؟ انا بفكر انه المراه القوه تبعها هي تكون الانوثتها، هيدي القوه تبعها، بتكسر الرجل بالقوه، بهالقوه.
بالعكس لازم ما تغير الشيء اللي عندها اياه، وهي المحبه. المحبه اللي عندها المراه ما فيها تغيره، انه هي اللي بتجيب الانسان، هي اللي مين انت من ورا، من وين جيت؟ من ورا من امك. يعني الام، المراه هي تعطي الله، الحياه تعطي هي الحياه، هي الله. زوجك سامي اصر الا يغادر لبنان، وزوجك لمن لا يعرف هو يلي صمم نصب التذكاري لشهداء لبنان، وصمم ايضا دار طائفه الموحدين في لبنان. صح. هو من لقب في بعض المراحل برجل المهمات الصعبه. هل عشقه للبنان كان يفوق عشق ايفون للبنان؟ ليش هو بقي ولا انت هاجرتي؟ بتعرف ايه وقفت لي شعري سامي مره لما قلت له انا ليش ما بتجي معي لما يروح، قال لي انت لما شخص بتحبيه بيمرق بتتركيه او بتنطري ليصح؟ كان يثق بجدوى البقاء اكثر منك انت. ايه انا ما عندي هو بيقول لي انا شجره عم بتشيليها من محلها وجذورها موجوده هون ما فيك تزرعيها محل تاني. انا ما بفتكر عندي هالجذور، ما عندي لانه خلقت محل وعشت محل وغيرت بكثير محلات، بقى انا بحس العالم كله كونكتد. يعني بحس انا بالفعل بحس انه انت مواطنه من هذا العالم، من كل محلات ما بحس حالي غريبه، ما بحس حالي غريبه وين ما كنت. وصولك وين؟ بالطياره فوق بالهواء ما بحس انه كل محل انا، يعني اذا يعني ما في شيء بيشدك للمجتمعات المختلفه، واينما كنتي بحس حالي ببيتي، وين ما كان بحس حالي ببيتي. من هيك بحب الاوتيلات لانه بعيش بالاوتيل شيء معروف عنك. بحس بيتي، بحس بيتي الاوتيل، بحس بيتي الطياره، بحس بيتي هون معك، بحس بكل محل اللي فيه انسان. بالنسبه لي الانسان اهم من المركز، اهم من الارض. الانسان الليله بيتك مش معي، الليله بيتك هي بيوت المشاهدين يلي عم يتابعوكي وعم يتعرفوا عليكي وعم يكتشفوكي، واللي شافوكي او ما شافوكي من زمان عم بيعيدوا اكتشافك مره ثانيه. لا يحتاج النجاح الى اقدام بل الى اقدام، وهي تملك من شجاعه الاقدام ما يجعلها تشطب من قاموسها نهائيا كلمة مستحيل. فاصل ونواصل. نعود إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفتنا إيفون عبد الباقي. الممثلة الكوميدية الأسترالية مورين ميرفي كتبت السبب في أن هناك عدد قليل من النساء في المجال السياسي والدبلوماسي هو أنه من المتعب وضع المكياج يوميا على وجهين. هل هذا صحيح؟ هل تضطرين في بعض الأحيان إلى وضع المكياج حين تجلسين في الأروقة الدبلوماسية؟ أنا بحضر حالي بكرة، بياخذ معي كل شيء مع الحمام وشعر ومكياج وكل شيء نص ساعة. واو، كل شيء لكل النهار. لكل النهار. طب بحقيبتك شو فيه؟ شو منلاقي؟ هلا إذا بتفتح جزداني ما في شيء إلا وحدة لبستك بلكي بس هذا كل شيء. ولا بودرة ولا شيء؟ لا بودرة ولا بلاش ولا شيء؟ ولا شيء، ما بحط شيء. تقلدتي موقع قنصل إكوادور في لبنان عام 1984 واستمريتي 6 سنوات، ليش اختاروكي أنت ما حدا غيرك؟ هذا سؤال حلو، لانه انا كنت بعد كثير صغيره، بس الوالد كان بده اياه للبابا المصريه، وهو قال لا بدي بنت تكون. ورثتي يعني؟ مش ورثه، لا هو ما كان، هو ما قبل، ما عمره قبل ياخذ مركز سياسي. يعني قال اليكي، يعني إيه؟ هذا المنصب قال اليكي. ايه قال خليها انا، لما كان بالاكوادور كانوا يعطوه وزارات وإشي، ما عمره قبل، بس خليها ايفون تاخذه وقت صار يعني هون بلبنان. هو من لبنان هاي. هي لما صرت كونسول اونورير جنرال بلبنان، بقى هو كان بده يطير عليه، قال لا خليها ايفون تكوني، انا بدي بنت تكون. ومن بيروت الى بوسطن حيث اصبحت ضيفتي في العام 1992 قنصل الاكوادور في بوسطن، ثم سفيره الاكوادور في الولايات المتحده الامريكيه واشنطن، وكانت اول سفيره امراه تعين
هناك، وحلت يومها بين 4 نساء سفيرات فقط لا غير في أمريكا، وهذا امتياز آخر طبعاً لألك. هو امتياز لألك، كم دفعتي ثمنه من جهد وكم لعب الحظ دور بحياتك وفي هذا المنصب تحديداً؟ بالسفارة بواشنطن قصدك بهالدور؟ بهالدور تعرف هيدا ما كان، ما في حظ بهالشي. اشتغلنا كتير لوصلنا وعملنا السلام بين إكوادور وبيرو. لما أنا كنت بجامعة هارفارد أنا درست هونيك بالكندي سكول أوف جوفرمنت، عملت بابليك أدمنستريشن بابليك بوليسي وعملت نيغوشيشنز حوارات ما هيك مع روجر فيشر هو أشهر الجورو تبع نيغوشيشنز، والهدف تبعي وقت اللي كنت بعمل معه هالشي عم بعمل معه الماسترز هو الهدف مشان الميدل إيست، بدي أعمل سلام بلبنان، هيدا اللي بدي اياه، سلام بين فلسطين والعرب، هيدا كان الدريم الحلم تبعي. هاجس بس ما كان يصير. بقى وقت الحرب بين اكوادور وبيرو سنه 95 كان صار لها حرب شي 100 سنه بين اكوادور وبيرو، بس صارت بال 95 وانا هونيك بهارفارد. بقى رئيس جمهوريه الاكوادور تلفن لي لحتى نجي نساعد بهالشيء، لانه انا كنت بالجروب تبع روجر فيشر. ورحنا تاني يوم قلت له الرئيس انا هوني وقت اللي بدك، تاني يوم كنا هونيك وبلشنا نشتغل بالسلام بين اكوادور وبيرو. اخذت 3 سنين من 95 ل 98 عملنا السلام الجروب من اكوادور من جهتين، وتعين سفيره اكوادور بواشنطن، وقتها كان بيل كلينتون رئيس جمهوريه امريكا، ولما شاف كيف عملنا نحن هالسلام طلب منا، وانا بالسفاره عملت الاجتماع، طلب منا انه نعمل نساعد بين فلسطين واسرائيل حتى يكون في سلام. وبالبيت عندي بالسفاره بواشنطن سفاره الاكوادور اجتمع ياسر عرفات مع الجروب مشان نجرب نلاقي كيف الحال، كيف عملنا نحن باكوادور وبيرو يكون مثل لحتى يقدروا عملوه كمان بين اهود باراك بالوقت كان رئيس وزارة اسرائيل كان اهود باراك وياسر عرفات وما زبطت. بس بيل كلينتون كان بده السلام بشكل مش معقول. يقال انه بيل كلينتون اول ما شافك داب وحمار، هذا شيء صحيح من واجبتها، هي طلعت بالتلفزيون شغله صارت هي قبل ما صار. كنت بعد نيغوشييتر عم نعمل السلام ورحنا الاوفل اوفيس تبعه وفات، وفي تعرف كيف التلفزيون هونيك وكل هالميديا اللي عنده هونيك عم بيصوروا، وكانت قضيه اللي عم بتصير وقتها انه هو بحب الستات ومدري شو، واخذوا صوره انه هو عم بيطلع فيها انا وفايته يعني شو بدنا بهالشغله، طلعت بكل التلفزيونات بس مش مزبوط. صرنا اصحاب كثير انا وياه وهيلاري كلينتون، وي ار فيري جود فريندز يعني. لا بالعكس انا بعتبر من الاشخاص اللي اذكى اشخاص، وبالفعل كان بده يعمل سلام بالميدل ايست وبعده لهلا بفكر فيه هو بيل كلينتون. جميله جدا انت. انا؟ شكرا. كنتي وما زلتي. شكرا. يعني كنت تعدين جميلة الإكوادور أو جميلة جميلات الإكوادور، كم برأيك أنت يشكل الجمال عموما جسر عبور للمرأة؟ شوف أنا أفتكر الجمال الجوة بيعطي لبرا كمان، مش بس الجمال بيقدر يتغير، بس الجمال الموجود من جوة بيضلوا على طول وإله تأثير. بس في فرق شو الجمال، انت بدك تشوف شو الجمال، كيف بتشوف الجمال، الجمال الاصطناعي او الجمال الطبيعي؟ هو الجمال في عين المتلقي كمان، كل واحد بيشوف هايز ذا بيهولدر ايه ذا هايز ذا بيهولدر يعني يو اي كان اي سي يو فيري هانسوم مثلا، يمكن غيرك ما يشوف، هل بيشوفني منيح الاله يمكن لا، بس انا بقول الجمال المزبوط هو اللي الواحد من جوا كيف بيعمل بيرسبشن، كيف الواحد الثاني بيحس. والمرأة عندها لازم تستعمل هالشي، هيدا مهم كتير، هيدا أهم سلاح للمرأة هي هالشي، بس مش الجمال إنه تفكر حالها حلوة، يكون عندها هالثقة كمان اللي بيعطي لبرا يعني بيقدر الجمال الداخلي بينعكس للخارج. وعلى المرأة الذكية أن تطوع هذا الجمال، الذكاء أهم شيء. لما المرأة ذكية وبنفس الوقت عندها شيء، مش ضروري هالجمال بس انه عندها شيء، فيها تدور بالرجل وبتحكم العالم، وهذا الناقص بعده، هي لازم يصير، ولازم يصير بكل العالم مش بس هذا. احد اهدافك هيدا الهدف هلا خلص انا لا بلكي بنتي بلكي حدا ثاني بلكي النساء كلهم. ايفون عبد الباقي، هل صحيح انك سمعتي باولى اجتماعاتك القنصليه اطراء
على فساتينك الجميلة أكثر مما سمعت إطراء وقبول لآرائك السياسية؟ لا خبرك هيدا قصص. بتذكر لما وصلت أول ما أعطوني الأصلية وصلت اجتماع الكور كونسولير بلبنان وكلهم رجال طبعاً، كلهم رجال كتير منيح، وأول شيء صاروا قعدنا ويعملوا لي كومبليمونات، وأنا صرت لهم إيه الكرافات تبعك بتجاني وكتير حلوة، أنت كمان جاكيتك كتير حلوة، لما بيعملوا لي كومبليمونات قلت لهم دخلكم هيدا كل شيء بتحكوا أنتوا هون؟ أو في شيء فينا نعمل حتى نحسن الشغل اللي المفروض ينعمل هون بال ويعني بعدين صرنا صحبي كثير وتغيرت الاشياء. في العام 2002 قررت ان تخوضي معركه الانتخابات الرئاسيه في الاكوادور، رشحتي لكن الحظ ما حلا فيك. اليوم بعد مرور 13 سنه على تلك المحاوله، هل استسلمتي؟ انا ما بستسلم، بس مش ضروري انا، فيها تكون مثل رجلك، هذا من ولادي، مره ثانيه بدنا مره توصل. قبلك انت تبوأ لبنانيان مركز رئيس جمهورية الإكوادور، هما عبد الله أبو كرم وجميل معوض. مظبوط. يعني بذكر المشاهدين إلى أنه ولاية عبد الله أبو كرم دامت 6 أشهر فقط. صح. وجنن على ما قيل الإكوادور وخلع من الرئاسة وفر هاربا. أما جميل معوض اللي تعرفنا عليه واللي حبيناه فاضطر أن يستقيل بعد 15 شهر على انتخابه إثر تظاهرات وتمرد عسكري، تجربتين غير مشجعتين وغير موفقتين أيضا. هل أنت قادرة اليوم على إحداث الفرق إذا تم انتخابك رئيس جمهورية الإكوادور؟ إذا أنا بيجي بغير من شان الاسم اللبناني معقول هالشي يصير، بس مش إنه اسمه غلط، أنا ما بعترف إنه كان غلط، عملوا إشياء كتير منيحة. ما تنسى جميل معوض عمل السلام بين إكوادور وبيرو، عمل الدولاريزيشن بالإكوادور. عبدالله أبو كرم مثلا عنده وقت ليعمل، بس مش معناتها إنه كانوا غلط. بس فاشلين؟ مش فاشلين، أنا ما كانوا فاشلين. أنا ما بصدق بالفشل، بصدق بالأغلاط. صار في أغلاط، ارتكبوا حمقات وأخطاء. هلا اذا جينا عم نسهلها شوي، عم نلطفها. تسلمت في العام 2003 وزاره التجاره الخارجيه والصناعه والتكامل الاقتصادي والصيد البحري والتنافس في الاكوادور، اذا امسكت كما يقال بخمس بطيخات بايد واحده. رشحت في العام 2009 لوظيفه سكرتيره منظمه اليونسكو في باريس لكنك لم تنجحي، غير أنك عدت وعينت سفيرة النوايا الحسنة لدى اليونسكو. طبعا نحن كل قلبنا كان معك وخفق معك وصفقنا لك وحبينا طبعا، واشتغلنا كل واحد على طريقته حتى بالأخير أنه يتم انتخابك أو تعيينك أنت، لكن طبعا الحظ ما كان عم بحلفك أو ما حلفك الحظ. السلام هو هاجس عندك أنت، السلام شكل من أشكال الحب، حب الناس، حب الحياة، حب الزملاء. هل هكذا هواجس لا تنتعش إلا في قلوب بنات حواء؟ بتفكر هيك؟ عم بسألك. أنا بفتكر المرأة هي السيمبول تبعها، الرمز، الرمز. لما كنت ترسم أنا كنت حط المرأة كالرمز السلام، هيدا الرسماتي انا هاي اللي قلت لي لما بشوف العين، يعني المراه بتشوف لبعيد، عندها الحدس السادس موجوده بالامراه، وهي اللي بتعملها انه تكون عندها المحبه بدون حدود، انكونديشنال. بعطيك مثلا، هل كانت الحياه اجمل لو تبوأت السيدات مفاتيح القيادات السياسيه برايك؟ ابسولوتلي، من كل بيت، مش بس كلها، يعني مش لازم تاخذ كل السياسة، بس تاخذ مركز القوة. رئيسة برلمان الأنديز أنديان بارلمنت بين عامي 2007 و2009 وذلك بإجماع الدول الخمس الأعضاء، بوليفيا، كولومبيا، تشيلي، الإكوادور والبيرو. ما رح أسألك عن الأنديز بل عن لبنان، عن البرلمان اللبناني. ماذا لو تسلمت مقاليد رئاسة البرلمان لسنتين؟ كنا عملنا الرئيس جمهورية مأكدة بسرعة كتير. أكيد. 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 لا لا. سوبر وومن يعني. لا مش لأنه سوبر وومن، ما في، مش بقصة سوبر وومن، قصة الواحد إن كواندو كمان
شوية شخصية يعني تعطي 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 تلاقي حل. ما هم بيقولك تلاقي الحل بيختلفوا بأشياء أنا ما بقول لك مش مهمة، يمكن مهمة كتير، بس شو أهم؟ مش البلد؟ بده الواحد يحط على جنب الأشياء الشخصي لحتى يعمل الشيء اللي أكبر. اللي أكبر هو لبنان، لبنان الواحد، لبنان اللي قلت لك إنه مثل للعالم كان قبل، لأنه نجتمع كل الأديان ونشتغل سوا. كيف ما هو هلا بنختلف مش بس بين الدين المسيحي والمسلم، بين المسلم والمسلم، بين المسيحي والمسيحي، بين الدرزي والدرزي، بين كل واحد بكفي بقى. يبون عبد الباقي، منتابع حديثنا بعد هذا الفاصل. رجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار، هو درس من دروس الحياة تعلمته ومضت في عمر اختارت أن ترمي في مفاصله ورود ولا حجارة. لحظات ونعود، خليكم معنا أصدقائي المشاهدين. نعود لمتابعة هذا الحوار ونذكركم أصدقائنا المشاهدين أننا بانتظار أراءكم عبر موقعنا الخاص ricardokaram.com وعبر موقعي التويتر على عنوان ريكاردو أركرم وفيسبوك على صفحة كرم ريكاردو. حبك يا لبنان غنية مفضلة يا بحبه. شفت قديش بحب لبنان؟ عم بقول لك بحب لبنان. طلعي في هي رح تبكيني. انا ما كان بدي اترك لبنان. خليتي بالاكوادور، الاكوادور اعطيتك الجنسيه بس بحب لبنان والنجاح والدعم. بتعرف وين مدفونين اهلي؟ سرحتي بكل العالم، جلتي العالم، زرتي العالم، ولكن لبنان ما زال الوطن الأول وما زال عم يدعم مشاعرك. هلا أنا عم بحكي معك طبعا عيونك غرورقوا بالدموع. بحب لبنان، ما لازم نعمل كلنا نشتغل عشان هالبلد يصير، ما في مثله لبنان. أهلك وين مدفونين؟ هون. بتزوريهم دايما؟ هنالك خبرية بتقول إنك دعوتي بيل كلينتون يوم كان رئيس لجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة الدولة يلي أنت تشغلين سفارتها بواشنطن، وبينما أنتما متجهان في الطائرة إلى الإكوادور رحتي تخبري عن لبنان وتحكي عن لبنان من دون أن تحكي عن الإكوادور. فسألك هو، هل نحن ذاهبان إلى لبنان أم إلى الإكوادور؟ لبنان راسخ فيكي إلى درجة عالية كتير، أمامك 30 ثانية حتى تقنعين المشاهدين اللي عم يتابعوكي الليلي يلي يأسوا من لبنان، كيف بدك تقنعيهم بجماليات هذا البلد وبضرورة العودة إلى هذا البلد؟ شو بتقوليهم؟ بالفعل بفهم اللي ما بيحبوا يرجعوا، بس هذا بلد فيه كل شيء. ما تنسونه كل التاريخ العالم اللي بلش من هون، الفينيقية، كل شيء عنا بالفعل أعطينا للعالم من هون. كيف معقول نعمل ببلدنا هيك؟ بس اللي برا واللي بتحبوا بعضكم وطنكم واللي ما بتعرفوه لازم تجوا على لبنان. لبنان عم بيعني مثل ما قال سامي زوجي انه مريض، بس مريض لانه تركناه. يمكن لازم نرجع ونكون واحد ونفكر نحط
كل شيء عندنا نيجاتيف يعني سلبي على جنب ومفكر انه اعطانا كثير لبنان لازم نعطيه شيء كمان. اعطانا احسن طقس، احسن جبل، احسن بحر، والناس كمان الناس رهيبين لانه ما في كرم مثل كرم لبنان. ما في مره بيجي لهون الا بشوف هالكرم الموجود. مش معقول في كرم بلبنان وفي كرم بس كرم بي في اكوادور. كرم بالاكوادور بس بلد اللي فيك شوف هالموسيقى، شوف هاللي بيغنوا، شوف هالممثلين، شوف هالناس اللي بيتركوا لبرا وما بينسوا لبنان وكلهم بدهم يرجعوا. لو اشتغلوا برا بدهم يرجعوا ينبسطوا هون. وبتعرف الحلم كل واحد اللي بعرفه انا يجي يزور لبنان مره. عم بحكي انا جانب برصيدك ثلاث اولاد، محمد مانولو، فيصل أليخاندرو وتاتيانا، وعندك ستة احفاد. مظبوط. والكل بيحكوا عربي. كله بيحكوا. وانت اصريتي على ان ما رح اقول يدخلوا اللغه العربيه لكن يتكلموا اللغه العربيه. تاتيانا بتشبهك كثير، بترسم مثلك، انتوا بتتنافسوا وبتتكاملوا. انا تعرفت عليها عن قرب على الكافيه وهي صديقه لي. في 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 تنافس قوي وفي تكامل. اوه مش معقول. انا هي صاحبتي، اختي، بنتي، صديقتي، بالفعل كل شيء بتحكيني وانا بحكيها كل شيء. هي الحكم، هي جادج. بتعرف انه هي اللي بتقول لي هالشخص منيح او مش منيح. انا ما بنتبه بهالاشياء، هي بتعرف هيدا ما تحكي معه هيدا، وبالنتيجه معها حق دائما. يعني اولادي وبحكيهم بالعربي ومش هيك. انا بقول لك صار 27 سنه ما رجعت لبنان، وكانه حياه ماضي، بس ما اولادي واولاد اولادي بنحكي بس بالعربي. اصدقائك بيشبهوك، بيحبوا الحياه، مبتسمين دائما، متفائلين دائما. هن مش كتار، ما عارفك كتار، لكن هن قلال. وقت بتجتمعوا بتنسوا العمر وبتحلموا من جديد وبتملأوا بطاريات الحياة حيوية وبتشحنوا هذه الطاقة الموجودة فيكم. هل الأحلام الكبيرة بتبقى متاحة حتى في العمر الثالث؟ أبسولوتلي أبسولوتلي. بفتكر شوف في شيء بيقول بالإنجليزي ما بترجمه، youth is lost in the young. الشباب يضيع في الشباب. معناتها شو اذا بسالك لك انت هلا اذكى او قبل، شو بتقول لي؟ الذكاء ذات الشيء مش هيك؟ اللي تغير هو الخبره، والخبره هي اللي بتعمل لك الويزدوم. وشو الويزدوم؟ الحكمه. الحكمه هي اللي بضل بعد ما تعلمت كل شيء ونسيت كل شيء. هالشيء اللي بضل هالاسنس اللي بضل هو الحكمه. الحكم بقى مش هيك لما بنجتمع هالجروب اللي هو من كل بلد العالم، من كل محل بالعالم، وكله ناجحين. انا ماشي بالنسبه للنجاح تبعهم لكل واحد منهم. نقعد بس لنحكي شو في بعد لنعمل، لانه هالقد عندهم مراكز بيقدروا يعملوا فرق، انه بعدهم بحسوا حلهم انه الولد موجود بنص كل واحد منا. نحن ما خسرنا الولد بالنص، وما لازم حدا يخسر الولد بالنص لحتى يقدر يعمل كل شيء، يعمل فرق ويعمل. هل انت اوقات بريئه؟ انا بفتكر دائما. هل انت ساذجه في بعض الاحيان؟ كمان عم بقول لك مزبوط. بعدني بصدق باشياء ما لازم صدقها مرات لانه نايف. من يقرا كثيرا ويستعمل عقله قليلا يصاب بداء الكسل. هذه المقوله لاينشتاين، هل تقرأين؟ انا بحب كثير اينشتاين، بفكر فيه، بحب اقرا بايوغرافيز لحتى اعرف الناس كيف بيعملوا اشياء، كيف معقوله. عموما هل تقرأين؟ بقرا كثير. ايه طبعا بقرا كثير، بقرا كثير، بحب القرايه كثير. عرفنا انك قراتي كتاب ليفينغ لايت وتاثرتي بهالكتاب في اسلوب حياتك، شو غير فيكي؟ شوف انا دائما كنت احمل اشياء كثير، مثلا بيوت، اغراض، لما بسافر اخذ اكثر من شنطه، اشياء كثير. اوقات بدي اقعد شنط كمان. لما انا كنت شاهد مره بباريس ولما ما بيوصل وما في عندك anyway. وصلت الى باريس وبدون شنط، بدون حقائب، وكانت نهار بتذكر في عندك اجتماعات،
بالكيدورسي وبالاليزي ومجموعه اجتماعات وما كان في ثياب ما كان في عندي ثياب بس تعشينا وضحكنا وطينا روايتك انا ما في شيء بس تعرف انه هي اللي غيرتني عم بتذكر هلا هي اللي غيرتني صرت اقول ما الواحد ما عنده شيء ليفكر لا ليعمل زبط حلو ولا ليلبس الا نفس الشيء بيكون خفيف بحيث انه مرتاح بس شو قررت من بعد 11 سبتمبر رساله 2000 كنت سفيره بواشنطن وقت 2001 الحياه تغيرت بالسفر بتعرف كيف بسافر انا هلا شنطه صغيره هالقد لو رحت شهر او شهرين بلف ثيابي بحطهم وبيساعوا لك وبكل شيء خفيف بفضل ما يكون عندي بيوت كثير بفضل اسكن باوتيل يكون عندي اوتيل حتى ما يكون عندي اغراض كثير وبحس حالي حره خفيفه خفيفه ليفينج لايت هاي اللي غيرتني نحن اخترنا لك لألك للمشاهدين كتابين الليلة الكتاب الأول أو الإصدار الأول اللي بيحمل عنوان تصرف كناجح فكر كناجح Act like a success Think like a success للكوميديان الأمريكي ستيف هارفي يلي سبق ونشر كتاب تصرفي كامرأة وفكري كرجل Act like a lady Think like a man هل أنت هيك إيفون شو رأيك؟ هالشي بيطبق عليك في مضمون كتاب هارفي بحث شاق عن مفتاح النجاح في الحياة وكيفية تحقيق الأحلام عبر استخدام الهدية يلي بنحها الله لكل واحد منا نعم هنالك هدية ينال الإنسان من وهب السماء مذ يطلق صرخة الحياة الأولى ومن يكتشفها في نفسه يستفيد منها أما الإصدار الثاني فهو كتاب Leadership Psychology How the best leaders inspire their people للكاتب البريطاني ألان كاتلر وفيه بحث حول كيفية فهم العقل والتأثير على السلوك وهو ما يلهث من أجله زعماء العالم الذين يطمحون إلى التأثير على الشعوب على أمال الشعوب وتطلعات الشعوب واهتماماتها ونقاط القوة والضعف على العناصر التحفيزية لدى هذه الشعوب هذا الشيء بينطبع عليك شو رأيك؟ ما بعرف شو رأيك انت؟ المضمون كتاب الأول هل أنت معه؟ شو رأيك فيه؟ هل صحيح أنه في داخل كل واحد منا هنالك هدية من السماء إذا وجدناها أو لنقل إذا اكتشفناها نجد السعادة ومن خلال هذه السعادة نجد مفتاح النجاح هو معقول كتير بفتكر إلو 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 شيء إذا بتشوف الأشياء إذا كان بتلاقي شيء وبتعرف إنه وصل لك تقدر تعمله ما هيك أقول لك الحلم مش بس لازم يدلك حلم لازم يكون حلم بس تحقق وهي بدل هالشيء هذا شو اسمه الكتاب Act like a success إيه إذا perceptions ما هي الواحد كيف بتفرجي حالك إذا أنت بدلك تنق وبتقول أنا يعني victim يعني إنه ما عم ضحية ما عمرك فيك تكون successful بقى إذا بتكون عندك من جوا هالmotivation هيك بدأ يكون مع ناس دائما يكونوا بيفكروا positive بيفكروا بإيجابية لحتى تكون عندك motivation إذا بتتحوط مع ناس بيحطموا بيقول لك مش معقول مش معقول الكلمة مش معقول بتفكر إنه مزبوط مش معقول act like if you act like a successful person توصل للنجاح كثير له تاثير سايكولوجي سبق ذكرنا بقاموس ايفون عبد الباقي ما في كلمه مستحيل هيدي ادرى كل شيء ممكن بتعرف شو شلتها من القاموس اللي بيشتغلوا مع اولادي كمان لاولادي لما بيقولوا لي زهقانين ممنوع حدا يقول زهقان والثاني ما فيني لما بتقول ما فيني ممنوع واللي بيشتغلوا معي اذا بيقولوا لي حدا بيقول لي امبوسيبل ما بقدر اعمله لكن قدم استقالتك طيب هل صحيح انه على المراه كي تنجح ان تتصرف كامراه وتفكر كرجل مش مزبوط تتصرف كامراه وتفكر كامراه الرجل لازم يفكر هيك كمان يعني يتصرف كرجل ويفكر كامراه مزبوط لحتى يقدر ينجح لحتى نغير العالم للعالم احسن بتعرف شو قلت لك المراه شو محبه سلام سيكس سنس الحس السادس اللي بتحس الاشياء لما تيجي معقول نكون بسنة القرن الأول 21 ويكون في حروة أكثر من قبل قتل أمراض climate change ما حدا بيعرف إذا كان رح نعيش أكثر العالم رح يكمل الإنسان اللي رح ينتهي يعني ما معقول لازم يكون في امرأة النسوان لازم يكونوا بمراكز مش واجب أكثر من واجب it's an obligation
لازم يكونوا بكل المراكز اللي بيعملوا فرق مع الرجل سوا، بس لازم يكون في دايما مره، الا اذا الرجل بيصير يفكر مثل المره، خلي يكونوا رجالك بس يفكروا مثل المره. إيفون، سبق وذكرتي انه احلامك ما زالت فتيه، ما زالت شابه. اوكي، ما عم تكبر، ما عم بتشيخ، اي حلم يشتاحك اليوم؟ تعرف في عندي كثير احلام، بس بترجع بتقلي بعدين انه شو انا هالحلم ليش ما شلته بعد؟ السلام بين لبنان وبلاد العربية، بعد ما شلت هالشيء ما بعرف ليش، يا ريت فيني شيل هالحلم، بدي يرجع شيء اللي كان، اللي انا وصلت لهون انا كيف كان لبنان. معقوله هذا حلم صعب المنال؟ بيقولوا لي انه ما بتصير، العالم تغير، بيقولوا انه ما بتصير، تغير والمحيط تغير، ما بيقدر يرجع يصير شيء، يمكن يصير احلى. طيب بس ما في شيء بيرجع مثل الماضي. لا لا، انا ما قلت مثل الماضي، قلت انه يرجع بشيء اللي كده نفكر فيه، يعني انه يكون مش مثل الماضي. لا انا ما بقول لك مثلا توماس فريدمان كتب الكتاب ذا لكسس اند ذا اوليف تري، وكيف الاشياء تغيرت هون بعد، بس عاد نفكر بالزيتونه، شجره الزيتونه ورزق الله ورزق الله. نحن بدنا نعيش رزق الله وان شاء الله. لا ان شاء الله، مش عم بقول ان شاء الله، عم بقول انه نرجع، لانه بقول لك شغله ريكاردو، ما راح يرجع العالم للسلام الا ما بينتهي قضيه فلسطين واسرائيل، ما راح يرجع، ما راح يوقف التيروريزم بالعالم الا ما يوقف هالشيء، ما راح يتغير من هون، راح يطلع سلام للعالم. والسلام مش كلمه، السلام اكثر من كلمه، ثقافه. ايوه اكزاكتلي، ثقافه. ما في الا الثقافه اللي حتوصلنا لهالشيء، والجيل الجديد بده يعمل. صار العرب سبرينج، الربيع العربي. العربي مين اللي حركه؟ الشبيبه. ما قدروا، ما خلون، لانه بعد موجودين بالعقليه رزق الله القديم القديم. لازم نمشي بالشيء، مش بس هذا السبب، بس كمان بنفس الوقت ما كان في قيادات، يعني ما برزت قيادات شابه قدرت حملت هذا الحراك العربي وغيرت. ما بيخلون، ما بيخلوا يجي شباب. ان شاء الله هالشيء يتغير. هلا انا كثير شفت منيح انه بقطر الامير قطر اعطى لابنه، وهلا سمعت بالسعوديه كمان انه عم تتغير. هل ليش لازم تبلش تتغير؟ لازم يبلش يتغير، لازم يكون في اشياء جديده. انت قلت لازم تتغير للاشياء احسن، معك حق، بس كيف عم نشوفها؟ بنشوف احسن او بنشوفه اضرب؟ الماضي هل بعده عايش فيكي؟ ما كنت عارفه انه عايش فيه لجيت لهون. شو بتحبي من الماضي؟ ما بحب كثير، هيك جربت انساه. هل بتحبي سامي الماضي او سامي اليوم؟ سامي دائما دائما منيح. هل بتحبي ايفون امبارح وايفون اليوم؟ كنت مبسوطه. هل بتحبي ايفون المتمرده المشغوفه ام ايفون الحكيمه؟ لا انا بشوف الحكيمه منيحه، بس ما لازم انسى هيشتي كمان لحتى يكون في شوي لكمل. هل في صراع بداخلك؟ ايه. لمين الغلبي؟ مين عم بيغلب بالهيدا؟ دائما بياخذني العائله الاولاد. يقال ان طاقه الانسان العادي لو تم توصيلها ببلد لو ولدت الكهرباء مده اسبوع كامل، ترى كم كانت طاقه ايفون عبد الباقي وامثالها ستنتج لو عرف لبنان يستفيد منها؟ اوف. انا هيدا بقصف بالفعل، بقصف. يا ريت كان فيني ساعد، لو بنقطة صغيرة يعني، بس كنت قدرت أعمل فرق. وهذا بحزن، ليش اضطريت أرجع لك؟ ليش فيني يصير رئيس جمهورية الإكوادور ولا هون؟ وليش أولادي بيدون يصيروا رئيس جمهورية الإكوادور ومش هون؟ ليش مش منهم للمركز؟ لما الواحد بيخلق، ليش بيخلص مواطن درجة أولى تاني وتالتة؟ لازم واحد يكون الكفاءة يوصله. صحيح بعرف إنه مش معقول هون، بيقول لك مش معقول كمان تواقف، بس مش يعني لازم يتغير هالشيء. هل بقول لك لازم يتغير؟ ليش لا؟ ليش ما كان لبنان بده انه انا اوصل لونسكو؟ لبنان وقفني لو انا نزلت بس بالاكوادور، بس انا كان بدي انه لبنان يكون. ليش بدي ترشح بس بالاكوادور؟ انا فخوره بلبنانيتي، وما بدهم، ما راح اقول تفاصيل، بس انه هيدا السبب. نحن معتز فيك، فخورين فيك إيفون عبد الباقي. شكرا. وين ما كنتي انت صحيح مواطنه من العالم، وتتاقلمين بكل مجتمع تنغرسي فيه تنوجدي فيه، لكنك انت لبنانيه اصيله، ونحن بنشوف حالنا فيك. انا سعدت بهذا اللقاء، حكينا عنه من 15 سنه. صح. وما تم ما تم نلتقي دايما وما نلتقي دايما، لكن
بالنهايه في نهايه، واهم شيء عدنا والتقينا. يمكن يكون وقت منيح. بتامل انه هذه الايجابيه الموجوده عندك حقيقه يقدروا يستأصلوا منا وياخذوا منا المشاهدين، وينظروا الى الحياه بتفاؤل، وينظروا بابتسامه، ويقولوا بكره رح يكون اجمل، والاهداف لازم تكون سهله المنال، والاحلام لازم تبقى فتيه، لازم تبقى شابه وتكون حافز حتى نروح لقدام والى الامام دايما. اهلا وسهلا فيك اصدقائي المشاهدين، الى اللقاء.